عايز اقول لحضراتكم انه بشكل شبه اكيد، لا مش شبه اكيد، هو بشكل اكيد تاكد غياب بنزيما وتيبو كورتوا. كريم بنزيما نجم هجوم الريال ونجم منتخب فرنسا، تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، عن مواجهه الاهلي وريال مدريد. في بعض الامور او الشكوك متعلقه بمشاركه عدد تاني من النجوم، منهم طبعا مندي الظهير الايسر لريال مدريد، منهم فاسكيز واحد من اهم طبعا اللاعبين في ريال مدريد، وان كان مش بيشارك بشكل اساسي في الفتره الاخيره، لكن واحد من اللاعبين اللي ممكن تقول انه يعني مصدر خطوره على الفريق، ايدر ميليتاو طبعا الظهير او المساك في ريال مدريد. كل دول بيغيبوا، او الاخبار بتقول او حسب ما ذكرت صحيفه الماركا الاسبانيه ان هم من الوارد جدا ما يشاركوش، لكن مشاركه كورتوا دي مؤكده بشكل نهائي. بنزيما موجود مع بعثه الريال، ولكن اغلب الظن انه كارلو انشيلوتي مش هيغامر بيه لانه حالته لسه مش في كامل جاهزيته في لقاء الاهلي. ممكن لو جهز يلعب مع الريال في حاله وصوله فقط لمباراه النهائي، اما لو الاهلي تفوق على الريال فحتى مباراه الثالث والرابع، المركز الثالث والرابع، بنزيما مش هشارك فيها. ده حسب مذكرة صحيفة الماركا الأسبانية. بدون مبالغة هو ممكن يكون تاني أهم لقاء على مستوى السيزن كله. مباراة الأهلي وريال مدريد هي فعلا تاني أهم مباراة في الموسم الحالي بأكمله، بكل منافساته، بكل بطولاته، بكل سلطاته، بكل بابا غنوجه. خليني أقول لكم إنه اللقاء الوحيد اللي ممكن يتفوق على مواجهة الأهلي وريال مدريد في الموسم الحالي هو وصول الاهلي للمباراه النهائيه، ان كان مين هنواجهه بقى، فلامينجو كان او الهلال او الهلال السعودي، لكن تبقى المباراه دي حتى اللحظه ان شاء الله باذن الله عندنا القدره على ان احنا نتجاوزها، هي تاني اهم لقاء على مدار الموسم الحالي.